هل أنت مع أو ضد تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج؟ بهذا السؤال انطلقت حملة ستوب 490 عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب استجابة لنداء حركة خارجة عن القانون التي تدعو إلى إسقاط المادة 490 من القانون الجنائي المغربي التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين طرفين خارج إطار الزواج. هذاك الآخر بلا ما يسمع لك لأنه مباشرة يمشي الدين ديالو أنه إذا طبقنا ذلك الشيء ديالك الناس تولي تمارس الجنس في الشارع. هذا نوع من المغالطة المقصودة لتشويه الفكرة الأصلية اللي ما عندها علاقة بهذا الشيء. وجاءت هذه الحملة الافتراضية على خلفية سجن شابة مغربية بتهمة الفساد والإخلال العلني بالحياء بعدما قام حبيبها السابق بنشر فيديو لهما بوضعية حميمية يعود للعام 2015 وحمله على مختلف التطبيقات من دون إذن أو علم منها. ونتيجة لتداول الفيديو بكثرة على شبكة الإنترنت اعتقلت الشرطة المغربية الشابة التي تعاني من وضع اجتماعي هش وهي حالياً أم لولدين وأصدرت حكماً بسجنها شهراً كاملاً في حين لا يزال الشاب مرتكب الجرم حراً. تصدر الهاشتاج مواقع التواصل الاجتماعي وانضم إلى الحملة مشاهير وفنانين كثر.